أحسن الله إليكم. يقول: إذا حلف الرجل عدة أيمان في أيام كثيرة ولم يستطع أن يحصيها أو يعدها فكيف يكفرها؟ اليمين المكفرة، هم كل الأيمان مكفرة. الأيمان المكفرة هي التي قصد عقدها على أمر مستقبل، على أمر مستقبل. كان حلف لا يحجن أو لا يعتمرن أو لا يتصدقن في المستقبل، أو حلف لا يفعل كذا وكذا، حلف لا يدخل على فلان، لا يذهب إلى فلان في المستقبل، هذا هو الذي تدخله الكفارة. أما لو حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه وبان بخلافه فهذا لا يعتبر من لغو اليمين. وإذا حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهذا اليمين الغموس. كان يقول: والله إني اشتريت هذه السلعة بكذا، من أجل أن يرفعها على المشتري، وهو كاذب. هذه غموس والعياذ بالله، هذه غموس وليس فيها كفارة، فيها التوبة، يتوب إلى الله ولا يرجع لمثل هذا. نعم. وأما إذا كان يجري على لسانه من غير قصد مثل لا والله وبلا والله وما قصد الحلف، فهذا من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل في معنى اليمين الغموس من حلف على غير حق ليقتطعه؟ كأن يسأل: هل فعلت هذا الأمر؟ فيحلف ويقول: والله لم أفعله، وهو كاذب. هذه هي اليمين الغموس. نعم، هذه هي اليمين الغموس. وبقي في سؤال السائل يقول: أنا ما أعرف عدد الأيمان التي تلزم فيها الكفارة، عليك تقدرها. وأيضا الأيمان اللي فيها كفارة منها ما هو على أشياء متعددة، ومنها ما هو على شيء واحد، يحتاج إلى تفصيل، فأنت لازم تفصل وش حلفت عليه. نعم. وش نوع اليمين؟ هو بالفتوى تجي جملة مثل السؤال الجملة، لا، لازم من تفصيل. نعم.